رشيد خوجة بالمهدية ستكون الجولة الأخيرة قبل فسح المجال لعناصرنا الوطنية للدخول في التحضيرات لكأن مصر. تمشي الكرة ناصر بحرية والخطأ لنادي كرة اليد بجمال محمد عثمان. التغيير على المستوى المراكز ياسين القلاعي برا للجناح من زاوية مغلقة وينجح ياسين نعناع من زاوية مغلقة وامامنا الإعادة إغالة الحارس يدع الكرة في القائم الثقلش في المباراة للأمانة. رأفت عمار يبحث على تسجيل أولى الأهداف. تمشي الكرة للجناح نعناع ويسجل نعناع الهدف رقم 12 ياسين نعناع. ونشوفه كالعادة من زاوية مغلقة بربورة التقاط سيء للكرة من خليل بربورة. تمشي الكرة دلدول يلعب الكرة على مستوى الدائرة والهدف عن طريق ياسين نعناع يقلص بها الفارق. ونشوف تمريرة تقبل تضيع من إيهاب فتح الله والامتياز من يوسف المزاري. تمشي الكرة 7 أمتار 7 أمتار واستبعاد بدقيقتين لحكيم بوشين. ونشوفوا الإعادة أمامنا عملية مسك من الخلف. حمدي الهمامي تمرير للجناح يفتح الزاوية ويسجل اللاعب ياسين نعناع الهدف رقم 16 20-16. محمد عثمان ياسين الاقلاعي العوجي يمرر الكره للجناح يفتح الزاويه وينجح في التسجيل. او امامنا الاعاده كالعاده ياسين نعناع من زاويه مغلقه. حكيم بوشين هوربيل يلعب الكره بحريه الدفاع يتدخل ياسين نعناع يقريه محاوله التصويب والحارس رفيق ابراهام يتصدى الحارس رفيق ابراهام تصعيد الهجمه ياسين نعناع وجه لوجه يسجل الهدف رقم 23 24 23 امامنا الاعاده. مشكورين الزملاء على مستوى الاخراج 24 رامي سويد حمدي الهمامي يلعب الكره للجناح نعناع يفتح على الزاويه ويسجل ممتاز ياسين نعناع يسجل الهدف رقم 28 29 28 تسابق وتلاحق على مستوى النتيجه. بحريه غوربيل محاولة المرور عامل 65 مع النقص العددي. غوربيل يلعب الكرة بحرية ودخول بقوة من ناصر بحرية.